حرصنا أن يكون مقصورا على حجاج الداخل وعدم يعني حضور حجاج من الخارج. اتخذت الجهات المختصة أن يكون العدد مقنن على 60,000. الأعمار أنها تكون بين 18 إلى 65، ومن يحضر للحج يكون محصن بجرعة واحدة وتم على الأقل أسبوعين من أخذ الجرعة، أو يكون محصن متعافى. أؤكد على أن الترتيب لهذا الأمر كان من منطلق حرص المملكة العربية السعودية الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم.